بكم إلى نشرة الأخبار من الميادين مستهلة بأبرز العناوين. سلاح الجو المسير للجيش اليمني يستهدف مصفات شركة أرامكو في الرياض. موسكو لا تستبعد حدوث استفزازات كيميائية في إدلب وتكشف عن رصد دخول عدد من أعضاء الخوذ البيضاء إلى المدينة. دخول آخر دفعة من الحافلات إلى كفرية والفوعة واستكمال الاستعدادات لإخراج المحاصرين. وفي العراق تشكيل خلية أزمة في كل وزارة ومحافظة لتأمين مطالب المواطنين. أهلا بكم. أفاد مصدر عسكري يمني باستهداف سلاح الجو المسير مصفات شركة أرامكو في الرياض، وقال المصدر إن الطائرة المسيرة من طراز صماد 2. إلى ذلك أفاد مراسل ميادين بمقتل العميد الركن محمد صالح الأحمر الملحق العسكري لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في البحرين جراء تفجير في مأرب شمال شرقي اليمن. وفق المعلومات فإن التفجير كان يستهدف موكب علي محسن الأحمر نائب الرئيس اليمني في المنطقة. إلى ذلك قتل عدد من العسكريين السعوديين وجرح آخرون في هجوم للجيش اليمني واللجان الشعبية على موقع عسكري سعودي في جيزان. كما نقل مراسل الميادين عن مصدر ميداني أن الجيش واللجان يحاصرون قوات التحالف في مركز مديرية التحيتة جنوب الحديدة. وينضم إلينا الآن العميد ركن طيار عبد الله حسن الجفري الناطق الرسمي للقوات الجوية من صنعاء. سيادة العميد، نريد أن نعرف منك تفاصيل أكثر عن استهداف مصفات شركة أرامكو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه المتجبين. في البدء شكرا لكم لقناة الميادين وإلى كل الأخوة المشاهدين. حقيقة اليوم نستأثر بالآية القرآنية التي أوردها الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين، صدق الله العظيم. اليوم هناك نفذت عملية نوعية، وكانت تضاف هذه العملية النوعية إلى رصيد القوات الجوية وطيران السلاح الجو المسير بدون طيار. هذا الرصيد التاريخي الذي يضاف اليوم في كافة الجبهات والتي وصلت إلى العمق الاستراتيجي لدول التحالف والعاصمة الرياض، وضرب منشأة أرامكو الاقتصادية التي تعتبر أحد المرتكزات الرئيسية للاقتصاد السعودي. ولذلك نؤكد أن هذه العملية، وأكدنا مرارا وتكرارا أن الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت، وهذه أحد المفاجآت التي اليوم تعتبر من خلال هذه النغلة النوعية في الاستراتيجية للجيش واللجان الشعبية وايضا للطيران السلاح الجو المسير الذي اليوم اخترق اجواء دول التحالف على مسافه اكثر من 1000 كيلومتر ولم تستطيع ان تكشفها الرادارات وايضا وسائل الدفاع الجوي. اذا هذه الاستراتيجيه التي اليوم اوصلت الى هذا المدى وحققت هذا الانجاز التاريخي، وهناك كثير من المصادر تؤكد ان هناك دمرت هذه المنشاه وتصاعد في السماء نيران واشتعال هذه المنشأة، حتى الآن لا يحاولون أن يغطون أو يكذبون ويظللون على الناس بأنها لم تحقق أهدافها. هذه العملية حققت أهدافها بدقة واستطاعت أن تخترق الأجواء، وأيضا لم تستطع أن تصدى لها وسائل الدفاع الجوي لدولة التحالف في مملكة بني سعود. ولذلك نؤكد أن المعركة حقيقة لم تبدأ بعد اليوم. هناك هذه النغلة النوعية التي بدأت من خلال سلاح الجو المسير، أيضا تم هناك قصف كثير من مواقع المرتزقة ومعداتهم وآلياتهم وأفرادهم في الساحل الغربي وكذلك في محافظة الجوف يوم أمس. إذا هذه المعادلة التي اليوم غيرت قواعد اللعبة العسكرية استراتيجيا وأيضا التي استطاعت أن تحقق أهدافها أمام أكبر وأغنى دول العالم بأحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة وبدعم لوجستي ودولي عبر الأقمار الصناعية واستخباراتي. ولذلك اليوم فشلوا فشلا ذريعا، اليوم اليمن تستعيد عافيتها. هذا السلاح الذي يضاف اليوم إلى
بديلا عن القوات الجوية التي تم تدميرها في 26 مارس 2015، عندما اتخذت دول التحالف بقصف اليمن وتدميره وبنيته التحتية. إذا اليوم هنا نأكد لكل أبناء الشعب اليمني ونهني أبناء الشعب اليمني بهذا الانتصار العظيم وعلى مقدمتهم قيادتي السياسية وقائد المسيرة القرآنية. تفضلي سيدي. يعني أنت تؤكد أن الطائرة المسيرة التي استهدفت شركة أرامكو لم تكشف من قبل أرصدة من قبل يعني التحالف، ودمرت المنشأة المستهدفة في شركة أرامكو، تؤكد ذلك بشكل لا يحتمل أي نفي؟ أكيد، بكل تأكيد نؤكد ذلك، انه والدليل على ذلك ان استطاعت ان تخترق هذه الاجواء على مسافه اكثر من 1000 كيلو متر ولن تستطيع اسقاطها وسائل دفاعاتهم الجويه وكشف راداراتهم، ولذلك اصابت اهدافها بدقه واشتعلت النيران وتصاعدت في السماء امام مرأى ومسمع كثير من المواطنين، وهناك مصادر تؤكد تلك المعلومات والايام ستثبت ذلك، مع ان اليوم لا يستطيع احد ان يخفي الحقيقه، والعالم العالم أصبح اليوم لديه أجهزة ولديه معلومات شبكات تواصل من خلاله يستطيع الإنسان حتى وإن كذبت وسائل إعلامهم المضللة. نؤكد هذا الكلام بالمصادر مؤكدة موثوقة حتى أن لا يعني نخسر اليوم... ثقتنا مع نعم. شعبنا اليمني. سيد جفري، أنت تتحدث عن مرحلة جديدة من المواجهة، بداية استهداف شركة أرامكو ماذا يعني بالمفهوم العسكري، يعني بالنسبة لمخططاتكم المستقبلية وهذه المرحلة الجديدة من المواجهة، واستخدام الطائرات المسيرة أيضا، هذا أمر إلى جانب الصواريخ، يعني تقدمتم ربما بوسائل استهداف أخرى، أيضا هذه المرحلة مرحلة تسيير الطائرات، ماذا تخبرنا عنها؟ حقيقة نخبر أن اليوم أكدنا، وهذا ما أكده الشهيد الرئيس صالح الصماد رحمة الله عليه، وهذه الطائرة المسيرة بدون طيار التي أطلق عليها اسم 2 الصماد، لأن هذا الرئيس الذي أعلن الذكرى الثالثة للعدوان أن العام الرابع هو عام الصواريخ البالستية. هذه الصواريخ البالستية التي أيضا تضاف إلى رصيد وإلى سلاح الجو المسير، باعتبار أن السلاح في أحد صنفاته للقوات المسلحة الذي اليوم استعاد عافيته وتم إضافة هذا البديل عن الطيران الذي تم تدميره لتغيير المعادلة الاستراتيجية بين دول التحالف وبيننا، ولذلك الوصول إلى العمق الاستراتيجي لضرب مقدراتهم الاقتصادية التي اليوم أصبحون يتحركون في كل أنحاء اليمن بطائراتهم التي دمرت البنية التحتية ودمرت قتلت أبناء الشعب اليمني صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى، ولذلك اليوم استوحينا هذا البديل لردع هذه القوة ومواجهتها، وإن شاء الله إن الأيام القادمة، وهذا ما أكده قائد الثورة، إن لدينا من الطائرات المسيرة التي تستطيع أن توصل إلى العمق الاستراتيجي وعلى مسافتهم بعيدة، ولديها القدرة الكاملة على حمل كثير من الأسلحة التي تستطيع أن تدمر أهدافهم ومنشآتهم الاقتصادية، حتى أن تكون هناك اليوم الحرب هي حرب استنزاف، هي حرب اقتصادية. وبالأمس لعلكم أو قبل في نهاية العام 2017 هناك تم أيضا ضرب صاروخ باليستي 2S إلى مفاعل براك النووي في أبو ظبي، وتم تعتيم هذا الخبر حتى أنه نشرته كثير من وسائل الإعلام الغربية في كثير من الصحف. واليوم على اعتبار ما هو حاصل اليوم أصبحت هذه الدول تحت مرمى ونيران سلاح الجو المسير والقوى الصاروخية للجيش اللجان الشعبية، سواء كانوا في الداخل المحتلين للمحافظات الجنوبية أو حتى مواقعهم العمق الاستراتيجي لهم في أبو ظبي وفي الرياض كذلك. شكرا لك سيادة العميد ركن طيار عبد الله حسن الجفري، الناطق الرسمي للقوات الجوية اليمنية، كنت معنا من صنعاء. أشاد منسق الجبهة الجنوبية لمواجهة الغزو والاحتلال في اليمن أحمد العلي بدعوة رئيس المجلس الثوري الأعلى لتحرير الجنوب في اليمن حسن أحمد باعوم إلى التصعيد الثوري السلمي، وفي اتصال مع الميادين شدد على أن المرحلة الحالية باتت حاسمة، مشيرا إلى أن الشعب يتطلع إلى حركة ثورية. نحن ندرس في الجبهة الوطنية الجنوبي مقاومة الغزو والاحتلال
اتخاذ إجراءات بالضرورة. تقول أننا سنحمل السلاح لا شك، وخاصة ووطننا يتعرض لهذا الإجرام الكبير، ممارسات قوات الاحتلال داخل محافظة الجنوبية في السجون وغيرها، هي تنبئ بحركة كاملة ثورية يتطلع إليها أبناء الشعب لكنس هؤلاء الغزاة المحتلين. ولعل إضافة هذا المكون برئاسة تبعهم هو يصب بالضرورة إلى باقي الجهود التي طلقت من هنا وهناك. هناك أكثر من مكون جنوبي يدعو إلى خروج أبناء المحافظة الجنوبية من معمعة هذا الصراع الذي ليس له داعي في الواقع ولا يلبي احتياجات المحافظة الجنوبية. نحن دعينا من وقت مبكر في الجبهة الوطنية الجنوبية أبناء الجنوب إلى عدم خوض هذه المعارك إطلاقا، باعتبارها معارك ليس لها علاقة بأمنياتنا وتطلعاتنا. وكان رئيس المجلس الثوري الأعلى لتحرير الجنوب في اليمن حسن أحمد باعوم قد قال إن المرحلة المقبلة في الجنوب تقتضي التصعيد الثوري السلمي. وكالة الصحافة اليمنية نقلت عن باعوم دعوة المجلس الجنود والضباط الجنوبيين إلى الانسحاب من جبهات القتال إلى حدود ما قبل عام 1990 وإلى رفض أي أوامر للزج بهم خارج تلك الحدود، وشدد على ضرورة عدم قبول أي قوات عسكرية غير جنوبية في أرض الجنوب إطلاقا مهما كانت. دخلت 5 سيارات إسعاف إلى بلدتي كفرية والفوعة السوريتين لتقييم الأوضاع، على أن تنضم إليها 10 سيارات أخرى لاحقا تمهيدا لإجلاء الأهالي المحاصرين. مراسلة الميادين أفادت بأن الدفعة الأخيرة للحافلات بدأت بالتحرك من معبر العيس نحو كفرية والفوعة، ومن المقرر أن تنقل الحافلات ما يقارب 6900 شخص. ويصر أهالي كفرية والفوعة على الخروج دفعة واحدة لتجنب ما تعرض له من سبقوهم من اعتداء إرهابي العام الماضي. والآن ينضم إلينا الصحفي خالد سكيف من معبر الحاضر العيس في ريف حلب الجنوبي لنعرف منك عن هذه العملية، سير العملية خالد، أيضا كل ما رافق هذا اليوم من تطورات، في تلخيص ربما لهذه العملية. قبل البدء أو من بداية الخبر سأكمل حول الموضوع أو الخبر العاجل. قبل ساعتين تحركت آخر دفعة، الدفعة الثالثة من الحافلات إلى بلدتي كفرية والفوعة. الآن وصلت هذه الدفعة وهي تقريبا 33 حافلة إضافة إلى 10 سيارات إسعاف، وصلت إلى بلدتي كفرية والفوعة، ليصل الرقم النهائي لعدد الحافلات التي وصلت إلى كفرية والفوعة هي 121 حافلة إضافة إلى 15 سيارة إسعاف. يتم الآن جرد أو الفحص الحالات المرضية المزمنة التي تحتاج إلى رعاية طبية سريعة. المقرر أيضا هناك 16 حالة تحتاج إلى رعاية طبية سريعة، سيتم نقلهم عبر سيارات الإسعاف. ربما نشهد الساعات المقبلة استئناف لعملية التبادل. كان هذا شرط من الشروط لأهالي البلدتين لبدء بعملية إجلاء البلدتين، بلدتي كفرية والفوعة المحاصرتين منذ 3.5 أعوام تقريبا. الاتفاق في حول سؤالك منذ البداية حول موضوع الاتفاق أو ماذا جرى منذ ساعات الصباح الأولى بالتفصيل، هي نتيجة ربما الاتفاق الذي جرى ما بين الدولة السورية وما بين الفصائل المسلحة التي تحاصر بلدتي كفرية والفوعة منذ 3 أعوام حول إخلاء أو إجلاء أهالي كفرية والفوعة بالكامل، عددهم تقريبا 6900 شخص، إضافة إلى إطلاق سراح مخطوفي اشتبرق المقدر عددهم تقريبا أيضا 40، بالتزامن أو بالمقابل بالطرف المقابل إطلاق سراح ما يقارب 1500 مسلح في سجون السلطات الأمنية السورية. وبحسب المعلومات مؤخرا أو قبل قليل كان هناك تحرك من قبل الهلال الأحمر الذي كان يتواجد هنا في معبر الحاضر بالتوجه إلى نقطة أثريا لاستلام أو لتسلم السيارات أو الحافلات التي تقل المسلحين القادمة من حمص ودمشق باتجاه حلب، ليتم هنا عملية التبادل أو استئناف عملية أو الاتفاق إجلاء أهالي بلدتي كفرية والفوعة. شكرا لك زميلنا خالد سكيف من معبر حاضر العيس في ريف حلب الجنوبي.
إذن يخرج أهالي بلدتي كفريا والفوعة من أراضيهم تطبيقا لاتفاق يفرغ البلدتين بعد حصار دام أكثر من 3 سنوات وينهي معاناة سكان آخر منطقة محاصرة في سوريا، كما يمهد لتطبيق اتفاقية أستانا. صمود السنوات الثلاث انتهى. يخرج أهالي كفريا والفوعة من بلدتيهم تاركين خلفهم قصة أطول حصار شهده مدنيون في الحرب السورية. 3 سنوات ونصف من حصار بدأ في آذار 2015 خلف أكثر من 3500 شهيد وما يزيد عن 6000 جريح، ضريبة صمود في بلدتين بريف إدلب الشمالي فيما يوصف ببحر من المسلحين. تبعد أقرب نقطة يتمركز فيها الجيش السوري عنهما أكثر من 20 كيلومترا، ليأتي اتفاق إخراج جميع الأهالي من أرضهم وينهي معه قلقا لم ينقطع عن مصيرهم ومستقبلهم في ظل واقع صحي يرثى له وقصف لم يفارق تفاصيل حياتهم. 6800 مدني سيغادرون منازلهم، يرافقهم ما تخفيه سجون المسلحين من أهالي شتبرق ممن فقدوا قبل 3 سنوات. سنون 3 حملت لأهالي كفريا والفوعة عشرات الهجمات لاختراق الجبهات، كان أعنفها في 18 من أيلول سبتمبر من عام 2015. 9 عربات مفخخة بالتزامن مع قصف بأكثر من 400 صاروخ في يوم واحد. تكسر على جبهات الفوعة وكفريا. لم يغب مصير الأهالي عن أي اتفاق تعقده الدولة السورية، كان آخرها ما عرف باتفاق البلدات الأربعة كفريا الفوعة مضايا الزبداني. في نيسان أبريل وأثناء تطبيق الاتفاق ارتكب المسلحون مجزرة بحق الأهالي الخارجين من الحصار، قضى فيها 320 شهيدا جلهم من الأطفال. غابت آمال النجاة لمن بقي في البلدتين، ارتفعت وتيرة القلق على مصيرهم ليعلن عن اتفاق يقضي بإفراغهما من أهاليهما ويصب في خدمة الإسراع بتطبيق اتفاق أستانا. اتفاق يقضي في مرحلته الأولى بفتح الأوتوستراد الدولي غازي عنتاب حلب دمشق، تضمن تركيا وإيران وروسيا أمن الطريق ليصار فيما بعد إلى دخول المؤسسات السورية إلى أدلب، وتتبع بدخول قوى الأمن إلى المنطقة بعد إخضاعها لاتفاقيات تسوية تنهي الحرب في الشمال السوري. أنهى الجيش السوري تأمين ريف درعا الغربي باستثناء حوض اليرموك، فيما تتواصل عملية تأمين ريف القنيطرة بعد استعادة السيطرة على مسحرة وتل مسحرة. استعادة تلي المال والحارة تسهل التقدم في القطاع الأوسط من القنيطرة. محمد الخضر. نحن الآن على مرتفع تل المال الواقع في الجزء الشمالي الغربي من محافظة درعا. وحدات الجيش السوري حررت هذا المرتفع إضافة إلى قرية المال وقرية الطيحة، وقبلها كفر ناسج وكفر شمس، ودخلت أيضا في عقربة واستعادت السيطرة على تل الحارة، التل المرتفع والاستراتيجي في ريف درعا الغربي. هذا التل له أهمية كبيرة لأنه يخلق واقع جديد من خلال تأمين مجال واسع للرمي والمراقبة والرصد، ويترابط مع تلال مجاورة أخرى تمتد من تلة مسحرة إلى تل الحارة، ويشرف على الجولان المحتر نرى تل الفرس حتى مرورا بتل أبو الندى حتى جبل الشيخ. استعادة هذه المناطق تمت عبر عمليات عسكرية أو عبر تسويات ومصالحات نتيجة ضغط الأهالي على المسلحين الذين دخلوا في هذه التسويات. تمت السيطرة على بلدة الطيحة بعد مقاومة عنيفة على مشارف الضيعة، وبعد ما تم تدمير الإرهابيين بالخطوط الأولى تقدمنا عليهم وانسحبوا على بلدة المال، بس كمان بجهود هالشباب جهود هالأشاوس اللي عنا تمت السيطرة على البلدة وطلبوا مصالحة. بعد ما ضغطنا عليهم طلبوا مصالحة والدولة استجابت لهم. العمليات العسكرية في الواقع متداخلة بين هذا الجزء من ريف درعا وبين الريف القنيطرة والذي تكلل باستعادة السيطرة على قرية مسحرة وتل مسحرة، مع ضغط عسكري واضح على المسلحين في نبع الصخر ووجود ضغط شعبي ومن المجتمع المحلي في نبع الصخر في قرية الهجة في السويسة. قمنا ضمن عمليات تسوية وعمليات نوعية من قوات جيشنا العربي السوري باحتلال هذا التل وقطع خطوط الإمداد للمسلحين، الذي كانت في فترة من الفترات هي طرق رئيسية لدى المسلحين للتحرك وبشكل سلس وبسهولة، قمنا بقطعها بشكل كامل وقطع الإمدادات عن المسلحين باتجاه الجنوب الغرب، ونحن الآن باتجاه منطقة نبع الصخر.
عملية تأمين ريف القنيطرة انطلقت بزخم عسكري وحراك أهلي ضد المسلحين، عملية تكمل ما بدأ في درعا لتأمين الجنوب السوري بأكمله. محمد الخضر من ريف درعا الشمال الغربي، الميادين. أكدت موسكو أنها لا تستبعد حدوث استفزازات باستخدام أسلحة كيميائية في إدلب. المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا أشارت في مؤتمر صحفي إلى أن هناك معلومات عن وصول أعداد كبيرة من السيارات التي تقل أعضاء من ذوي الخوذ البيضاء إلى مدينة إدلب، من ضمنهم متخصصون في الكيمياء. إلى ذلك أكدت زاخاروفا انتهاء أزمة النازحين السوريين عند الحدود مع الأردن. عقدت خلية الأزمة الخدمية والأمنية اجتماعها الأول برئاسة رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي وحضور الوزراء والمسؤولين. العبادي أكد أهمية تنسيق الجهود والعمل الحقيقي كي يكون الأداء صحيحا، موضحا أن الأمن يصب في مصلحة الخدمات والعكس صحيح. العبادي رأى أن ضعف المتابعة أدى إلى عدم إنجاز العديد من المشاريع التي وصلت إلى مراحل متقدمة وتقدم خدمات أساسية للمواطنين كالماء والكهرباء والصحة والمدارس وتوفير فرص العمل، موجها بمتابعة المشاريع المتلكئة لإنجازها بأسرع وقت. والآن ينضم إلينا من العاصمة العراقية مدير مكتب الميادين في بغداد عبد الله بدران، لنعرف منك عبد الله عن ردود الفعل على هذا الاجتماع، على هذه القرارات التي تم اتخاذها اليوم. نعم لانا، حتى هذه اللحظة طبعا لم تتوقف اجتماعات لا خلية الأزمة الوزارية التي أرسلت، ولا كذلك الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولا مجلس الوزراء لجهة الوزراء والقادة الأمنيين لبحث ملفات التطورات ما واكب التظاهرات في المحافظات وكذلك بحث المطالب. هذا جزء طبعا من دور الحكومة المركزية، هناك جزء آخر هو ملقي على عاتق الحكومات المحلية المسؤولة في محافظات النجف، البصرة، ميسان، ذيقار، المثنى وبقية المحافظات التي شهدت تحركات كبابل أيضا، على اعتبار أن هناك مسؤوليات مركزية ومسؤوليات من الحكومات المحلية. طبعا جزء من هذه المهام هو يعني التركيز الأساس في هذا الاجتماع هو إمكانية أن يكون هناك استثناء لبعض القرارات وبعض التحركات وتجاوز بيروقراطية الدولة في معالجة الملفات التي تتصل بالمشاريع الخدمية وتنفيذها. هذه الاستثناءات اللازمة من التعليمات التي تقررها خلية الأزمة التي يرأسها العبادي تمكن الحكومة العراقية وفق مصادر مقربة منها من أن تنجز المطلوب منها أو أن تقدم سريعا ملفات المعالجة الخدمية وملفات المعالجة التي تقدم بها من يمثل المتظاهرين في اجتماعاتهم. بذات الوقت في هذه الأثناء لانا يجري في هذه الأثناء اجتماع دعا له الرئيس العراقي فؤاد معصوم، دعا قادة الكتل السياسية ومن يمثلها أو مندوبيهم لاجتماع في قصر الجمهورية في العاصمة العراقية بغداد في قصر السلام. وصله وفق معلومات الميادين وقد عقد الاجتماع نائب الرئيس العراقي نور المالكي وكذلك أسامة النجيفي ورئيس تيار الحكمة وبعض ممثلي القوى السياسية العراقية. حسبما رشح للميادين فإن هدف الاجتماع هو بحث ملف التظاهرات بالإضافة للتفاهم حول الموعد القريب لإعلان نتائج الانتخابات، على اعتبار أن هذه النتائج تم الانتهاء من أغلبها في عمليات عدل وفرز، وبالتالي اقترب موعد الإعلام من قبل القضاة المنتدبين في مفوضية الانتخابات وإمكانية السير بخطوات وفق سقف ما نص عليه الدستور لتشكيل الحكومة المقبلة في البرلمان المقبل. شكرا لك زميلنا عبد الله بدران مدير مكتب الميادين في بغداد، كنت معنا من العاصمة العراقية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. فتية الكهف التايلاندي يظهرون على الإعلام للمرة الأولى منذ إنقاذهم. أهلا بكم من جديد.
أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون ما يسمى بقانون القومية الإسرائيلي، ويعرف هذا القانون أو يعرف هذا القانون إسرائيل على أنها الوطن القومي للشعب اليهودي. عضو القائمة العربية المشتركة أحمد طيبي ويوسف جبارين قال أن هذا القانون هو المسمار الأخير في نعش ما يسمى بالديمقراطية الإسرائيلية التي تحتضر في السنوات الأخيرة، وأكد النائبان استمرارهما بفضح هذه التشريعات وممارسة الحكومة الإسرائيلية العنصرية. وينضم إلينا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر لحام. ناصر، إسرائيل كانت تريد إقرار هذا القانون منذ وقت طويل ولكنها قامت به اليوم. ماذا يحكى في الداخل عن التوقيت، عن الهدف أيضا، وربما هل هناك أي حديث عن تأثيرات هذا القانون دوليا على صورة إسرائيل الديمقراطية؟ تحياتي لنا. بلا شك هذا عصارة القوانين العنصرية الفاشية التي مارستها الحركة الصهيونية منذ عام 1948 وحتى اليوم أول مرة يكون بهذه الفجاجة. كنت تحدثت مع عدد من أعضاء الكنيسة حول الموضوع، آخرهم قبل قليل أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة الذي اعتبر بأنه أخطر قانون منذ قيام إسرائيل. القانون ينص على 3 بنود، 1 بأنه فلسطين هي وطن لليهود وبالتالي الآخرين هم ضيوف عليها، ثانيا اللغة العبرية، اللغة العربية لم تعد لغة رسمية كما كان المؤسسون لإسرائيل وضعوها بن غوريون وجولدا مائير وغيرهم، ثالثا الاستيطان بأنه ليس فقط مشروع وإنما هو هدف وغاية، على إسرائيل أن تسعى حكومات وأحزاب من أجل تحقيقه في كل شبر من فلسطين، وهذا يعني ضم الضفة الغربية. هذا قانون عنصري يجمع السياسة العنصرية، يجمع الأيديولوجيا، ويجمع الاستهانة بالقانون الدولي، وهو حرب، حرب حقيقية على القوميات الأخرى وخصوصا في موضوع اللغة. وبالتالي معظم الفلسطينيين غدا سيمثلون أمام محاكم لا يعرفون لغتها وسيكون لها تبعات كثيرة. أعتقد بأن ردود فعل الفلسطينيين في الأرض المحتلة عالية جدا. أعضاء الكنيسة كان لهم صدمات كثيرة جدا خلال القراءة الأولى لنقاش هذا القانون، ويتوقع بعد 8:30 أن تكون انتهت التصويتات. في حال أقر الكنيسة ذلك نحن أمام حالة جديدة وواقع جديد للحركة الصهيونية، يمكن القول بأنه الأبارتهايد بكل معنى الكلمة. شكرا ناصر، مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر لحام كنت معنا من بيت لحم. وفي غزة وجهت وحدة البالونات الحارقة والطائرات الورقية المسماة أبناء الزواري أو الزواري طبعا رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي عقب زيارته التي أجراها أمس إلى غلاف غزة، وأكدت في رسالة مصورة أنه لن تتوقف الطائرات والبالونات الحارقة إلا عند رفع الكامل الحصار عن غزة. يا نتنياهو أنت اليوم جيت على غلاف غزة وقلت لهم إنك بدك توقف الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، وإحنا بنقول لك هذا الكلام ما بيطلع بيدك إلا لما تفك الحصار. بكفي كذب على غلاف غزة، بنوقفش الطائرات الورقية والبالونات الحارقة إلا لما تفك الحصار. غير هيك فيش حل ولا راح يصير حل. احنا فاضيين، الحرائق مستمرة. قبل زيارتك للغلاف وأثناء زيارتك للغلاف وبعد زيارتك للغلاف، يا بنعيش عيشة فل يا بنموت احنا الكل. والله أكبر. روحي. حذرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني من العواقب الوخيمة التي قد تنشأ من إزالة تجمع الخان الأحمر في الضفة الغربية وتشريد السكان لبناء مستوطنات. وفي بيان لها قالت موغريني إن عواقب هدم المجتمعات السكانية في الضفة ستكون خطيرة جدا، كما دعت السلطات الإسرائيلية إلى إعادة النظر في قرارها القاضي بإزالة خان الأحمر والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين من دون عوائق.
حذرت وزارة الخارجية الصينية من أن الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة أصبحت أكبر قاتل للثقة في الاقتصاد العالمي. المتحدثة باسم الخارجية الصينية قالت أن الولايات المتحدة تختلق كل أنواع المبررات لتحركاتها التجارية بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن القومي، مشيرة إلى أن الحرب التجارية الأمريكية ليست مع الصين فقط وإنما مع باقي العالم. الحرب التجارية هي آخر شيء يريد الناس في جميع أنحاء العالم رؤيته، ستكون ضربة للتجارة العالمية وستضعف الثقة في الاقتصاد العالمي، ستسبب ضررا، ستكون مضرة بالحوكمة العالمية وبالقواعد الدولية. نحن نأمل ألا نخوض حربا تجارية مع أن لدينا الثقة في التطور المضطرد للنمو ولدينا طلب محلي قوي جدا. فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قياسية على مجموعة جوجل قدرها 4 مليارات و430 مليون يورو بتهمة استغلال نظام التشغيل أندرويد من أجل تكريس تفوق محرك جوجل. المجموعة الأمريكية استأنفت الحكم برغم أن المفوضية الأوروبية أنذرت بوضع حد لممارسات جوجل غير القانونية في مهلة 90 يوما. يشار إلى أن الغرامة التي فرضتها المفوضية الأوروبية تعد أعلى غرامة أوروبية تفرض على شركة لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي. ومعنا من واشنطن مدير مكتب الميادين هناك دكتور منذر سليمان للتعليق على هذا الخبر وعلى تداعياته وربما ما يحكى عن في الداخل الأمريكي عن هذه المسألة. يعني بداية الأزمة أو أزمة الثقة في الاقتصاد العالمي لم يبتكرها ترامب، هي عناصرها موجودة كانت قبل مجيء ترامب، ولكن يبدو أن الرئيس ترامب حرك هذا المستنقع إلى حد ما، لأن كان هناك أزمات دورية تعصف بالاقتصاد العالمي أو بالنظام الاقتصادي العالمي إن كان المالي وغيره بسبب التغيرات التي تحصل وخاصة التغيرات على صعيد الثورة التقنية ووجود نوع من الاحتكارات الضخمة لشركات تناوبت على عمليات الاحتكار وتحصل عمليات الدمج بينها. وأكبر مثال على ذلك يعني ما جرى بين جوجل ومايكروسوفت مثلا، ونجد في المقابل أن الآن شركة أمازون أيضا دخلت في هذا الحيز. لذلك حتى في الولايات المتحدة لكي يعني نعطي صورة شاملة، الحرب التجارية يعني حول موضوع الصين، الحرب التجارية القائمة هناك فعلا مخاوف داخل في الداخل الأمريكي، وحتى وصلت هذه المخاوف عند الكونغرس لبداية الاعتراض، وهذا شكل هذا الاعتراض كان بأنه من داخل الحزب الجمهوري هناك محاولات داخل الكونغرس لكبح جماح أو سيطرة أو نفوذ الرئيس في ميدان التجارة الخارجية، بمعنى أنه صحيح الرئيس بموجب الدستور هو الذي يتصرف في السياسة الخارجية، ولكن لا يستطيع القول بأن مسائل التجارة والرسوم الجمركية لها علاقة في الأمن القومي. وبالتالي حتى الآن هناك هذه المحاولات قائمة، وهذه المحاولات ربما ستخف بسبب أن هناك انتخابات نصفية، ولا يرغب حتى أعضاء الحزب الجمهوري في أن يكون هناك صراع مكشوف بين الرئيس وبين الحزب الجمهوري كي لا تتعرض حظوظهم في الانتخابات القادمة. إذن هذا الأمر سيبقى مدار جدال ما يسمى بتداعيات الحرب التجارية والرسوم الجمركية وكيفية تصرف كل دولة. ونحن نجد أن الاتحاد الأوروبي أبرم اتفاقات مع الصين واتفاق مع اليابان، وهو بشكل غير مباشر نوع من الرد على هذه الحماية الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة. فيما يتعلق في جوجل هناك مشكلة بالتأكيد تتعلق بأيضا الاحتكار، كيف يمكن تنظيم عملية الاحتكار التي تجري يعني لإجراء منافسة مرنة لينة وضرورية وممكنة في إطار النظام الرأسمالي العالمي. هذه المشكلة مشكلة قائمة. طبعا ستستأنف جوجل هذا الأمر مع الاتحاد الأوروبي، وربما سيكون هناك ضرورة لوضع قواعد وقوانين جديدة لكيفية تعامل مثل هذه الشركات الضخمة التي مثلا يعني هذه الشركة انطلقت من 10 مليارات دولار في حوالي سنة 2000
إلى حوالي 600 مليار دولار تمثل الآن. إذن هناك تداعيات ستكون في كيفية تصرف هذه الشركات العملاقة الكبرى التي استحوذت على شركات أخرى. يعني جوجل ليست، يعني جوجل هي جزء من شركة كبرى ألفابت، يعني فيها حوالي 200 شركة متفرعة بما فيها جوجل، ولكن جوجل هي الأبرز، وبالتالي هناك ضرورة لتنظيم كيفية تصرف هذه الشركات الضخمة، وخاصة في ظل هذه الثورة المعلوماتية والتقنية التي تحصل، والتي تستطيع هذه الشركات التحكم بالأسواق والتحكم في بعض الأمور، وأيضا الهروب من الضرائب إن كان على المستوى المحلي أو على المستوى الخارجي. لذلك هذا أمر سيخضع بالتأكيد للنقاش في المستقبل على عدة مستويات، يعني في الداخل الأمريكي، وسيبقى نقطة توتر، وهو يدخل الآن في نفس الوقت مع مسألة الحرب التجارية القائمة في العالم. يعني شكرا لك دكتور منذر سليمان، مدير مكتب الميادين، كنت معنا من واشنطن. نقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية عن رئيس مكتب الرئيس الإيراني محمود وعظي قوله إن الرئيس الأمريكي طلب لقاء الرئيس الإيراني 8 مرات خلال الزيارة الأخيرة لروحاني إلى نيويورك. ونقلت الوكالة عن وعظي تأكيده أن الجانب الإيراني لم يرد على طلبات ترامب 8 التي قدمها خلال زيارة روحاني للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. في غضون ذلك، لا يزال الرئيس الأمريكي يواجه حملة انتقادات داخلية واسعة على خلفية مواقفه من قمته الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي محاولة جديدة منه لامتصاص الغضب الداخلي، وصف ترامب هذه القمة بالناجحة جدا، مشيرا إلى أن نتائج كبيرة ستتمخض عنها. وفي تغريدة له على تويتر، أكد ترامب أن الكثير من القيادات العليا لأجهزة الاستخبارات أعجبها أداؤه في المؤتمر الصحفي في هلسنكي، وأضاف أن الاجتماع أزعج من وصفهم بالكارهين الذين أرادوا رؤية مباراة ملاكمة بدلا من التفاهم بحسب تعبيره. هذه التصريحات لم تهدئ الشارع الأمريكي الذي شهد تظاهرات، ولا سيما أمام البيت الأبيض. التظاهرات جاءت تعبيرا عن الاستياء من رفض ترامب إلقاء اللوم على نظيره الروسي فلاديمير بوتين للتدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016. وكانت استطلاعات للرأي في الولايات المتحدة قد أشارت إلى أن أكثر من نصف الأمريكيين لا يوافقون على الطريقة التي يتعامل بها ترامب مع روسيا. جئنا إلى هنا لنقف أمام البيت الأبيض، لنقف أمام هذا الرئيس ولنعلن استقلالنا كأمة. في الحقيقة أمس كان اليوم الذي اعترف به هذا الرئيس بفلاديمير بوتين كرئيس للولايات المتحدة. ألا تظنون أنها مصادفة أن الشخص الذي اختاره الرئيس كمرشح للمحكمة العليا هو الشخص الذي يظن أن الرئيس فوق القانون؟ تواجه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تمردا داخل حزبها بسبب خطتها بشأن البريكزيت. وكانت ماي قد تفادت هزيمة برلمانية على يد نوابها المشككين بالاتحاد الأوروبي في تصويت برلماني يتعلق بالترتيبات الجمركية والتجارية بعد مغادرة بريطانيا التكتل الأوروبي. موسى سرور. بعيدا من صحة الأنباء التي أشارت إليها الصحف البريطانية عن بكاء تيريزا ماي بعد لقائها الزعيم السابق لحزب المحافظين ألان دانكن سميث، لا أحد يبالغ إن قال إن رئيسة الوزراء البريطانية في وضع لا تحسد عليه. نجت ماي بصعوبة في تصويت برلماني بشأن البريكزيت بعدما رضخت لتعديلات على خطتها طلبها أعضاء من حزبها، لكن معركة إطاحتها لم تنتهي. فالاستقالات التي عصفت بحكومتها لم تتوقف منذ استقالتي ديفيد ديفيس وبوريس جونسون، حيث انضم إليهما وزير الدولة في وزارة الدفاع غوتوبيب بعدما صوت ضد تعديل مشروع قانون للجمارك. أود أن أؤكد لكم أن اتفاق تشيكرز والورقة البيضاء هما الأساس في مفاوضاتنا مع الاتحاد الأوروبي، ونحن بدأنا بالفعل في هذه المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. ماي التي تدرك حجم الغضب داخل حزبها الذي قد يطيحها من السلطة حاولت تمرير قانون يسمح بتقديم موعد الإجازة الصيفية للنواب، لكنها تخلت عنه في اللحظات الأخيرة. صحيفة التايمز ذكرت أيضا أن ماي هددت نواب حزبها بالدعوة إلى انتخابات عامة في هذا الصيف إذا رفضوا خططا بشأن الجمارك، تهديد يخشى منه متمردو حزب المحافظين إن حصل أن يؤدي إلى وصول زعيم المعارضة جيرمي كوربن إلى عتبة داونينغ ستريت.
إنها بداية النهاية للبريكزيت، فقد أظهرت الحكومة أنها عاجزة عن صياغة اتفاق بين أعضائها حول أي نوع من الصفقة مع الاتحاد الأوروبي، وقد أحدث البريكزيت ضررا شديدا في الاقتصاد البريطاني. فالطريق الوحيد للخروج من هذا المأزق إما إجراء انتخابات عامة أو استفتاء جديد في الصفقة النهائية. وكانت رئيسة الوزراء قد حذرت من أن عدم دعم خطتها قد ينتهي إلى احتمال عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتعرض خطة تيريزا ماي لتشكيك أنصار ورافضي لبريكزيت ما دفع البعض ولا سيما من كبار المسؤولين في حزبي المحافظين والعمال إلى المطالبة بإعادة إجراء استفتاء جديد بشأن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. تجاوزت رئيسة الوزراء امتحان تصويت مجلس العموم ونجت من شباك متمردي حزبها الذين يتربصون لإطاحتها بسبب خطتها حيال الاتحاد الأوروبي، لكن يبقى أمامها تحديات تتمثل في تجاوز عقبة بوريس جونسون وجيرمي كوربين الذي يعد الرابح الأكبر من الخلافات والانقسامات داخل حزب المحافظين. موسى سرور، لندن، الميادين. يرتفع عدد ضحايا الألغام في أفغانستان، واستعجز الأمم المتحدة عن إحصائهم بدقة وتقديم الدعم إليهم. هكذا يوحد الوجع قلوب الأفغانيين من ضحايا انفجار الألغام. قتل أبوهم في انفجار لغم، وظلت ذكرى رحيله مجتزأة من جسد كل واحد فيهم. ذات مساء بدأت الاشتباكات بين حركة طالبان والقوات الأفغانية واستمرت حتى منتصف الليل. بعد المواجهات سقطت قذيفة هاون بالقرب من منازلنا. كان الأطفال في طريقهم إلى المدرسة فالتقطوها ولعبوا بها. كان هناك 11 طفلا عندما لمسوا الهاون. مات 4 أشخاص بينهم ابني، وفقد أحفادي أطرافهم. الحالات كثيرة، تقدرها الأمم المتحدة بنحو 3000 حالة. حمزة واحد منهم. كان والدي يعمل منظفا في إدارة ننجرهار التعليمية. لقد كان المعيل لعشرة أشخاص في الأسرة. قبل بضعة أيام قتل في هجوم انتحاري شنه المسلحون. أنا مقعد وسيكون مستقبلنا صعبا جدا. وهو وضع المئات غيره في أنحاء أفغانستان. تعمل الأمم المتحدة على إحصاء عدد الضحايا المدنيين. ربما تكون الخسائر أعلى لأنهم لا يملكون إمكانات للوصول إلى كل المناطق. عدد الضحايا في ارتفاع مقارنة بالسنوات الماضية. ويرتفع معها عزم الأفغان على مواصلة الحياة بما هو متاح فيها. أكد الرئيس الكوبي أن التعديلات المرتقبة على النظام السياسي في البلاد لن تنقلها من الشيوعية إلى الرأسمالية، وفي خطاب له شدد على أنه لن تكون هناك امتيازات لمن يريدون إبعاد كوبا عن تاريخها الثوري على حد تعبيره. ومن المتوقع أن تبقي التعديلات المرتقبة وسائل الإنتاج الأساسية في كوبا بيد السلطة المركزية، إلا أنها ستسمح بالاستثمارات الأجنبية. لحظة معجزة هو التعبير الذي وصف فيه أحد فتية الكهف في تايلاند لحظة عثور الغواصين عليهم بعد بقائهم أياما داخل الكهف، وذلك ضمن أول تصريح علني بعد مغادرتهم المستشفى. المقاومة لا الاستسلام، الرسالة الأولى التي عبر عنها فتية الكهف. هذا الفتى ينصح الجميع بالصمود، ينبغي القتال والمقاومة وعدم الاستسلام. كان يتكلم بحماس أكبر وبوضوح أجلى. سرد صحبه مع مدربهم محنتهم في أول ظهور علني منذ إنقاذهم من كهف ثامل وانغ الذي أووا إليه بعدما كانوا في رحلة خطط أن تكون قصيرة، لكنهم وجدوا أنفسهم عالقين هناك إثر سقوط أمطار غزيرة تسببت في إغراق الكهف بالمياه التي قطعت أي طريق لخروجهم منه، ليمكثوا فيه 9 أيام ازدادوا 8 هي المدة التي استغرقتها عملية الإنقاذ. كنا نحفر بحثا عن حجارة على قمة التلة. سمعنا أصواتا، المدرب أخبر الجميع أن يكونوا هادئين وأن هناك أصواتا من الناس وطلب منا الهروب إلى الكهف. لقد كنت خائفا من عدم القدرة على العودة إلى بيتي. وجدنا الماء يرشح من صخور الكهف حيث تمكنا بالفعل من تغذية أنفسنا ووجدنا ملجأ للبقاء. وما خلا ما رووه لم تبدو مشكلة على وجه الخصوص تؤرق هؤلاء بعد الآن، لكن بانت على ملامح وجوههم الفتية آثار الأحداث التي أدهشتهم.
إلى قاعة صممت كنسخة مصغرة عن ملاعب كرة القدم، دخل 12 فتى ومعهم مدربهم للرد على أسئلة الصحفيين المرسلة مسبقاً قبل العودة إلى ديارهم. هذا وسط دعوات المسؤولين إلى احترام خصوصية الأطفال بعد خروجهم من المستشفى كي لا يؤثر الاهتمام الإعلامي بهم على صحتهم العقلية، فليس معلوماً ما بقلوبهم من جراح. افتتح مهرجان كرامة بيروت لأفلام حقوق الإنسان فعالياته بمشاركة 16 فيلماً من لبنان ودول عربية وأجنبية أخرى تتنوع بين الوثائقي والروائي. الدورة الثالثة من المهرجان خصصت لمساندة التعبير الحر وللتذكير بالمنتجات الفنية التي تتعرض للرقابة والمنع. يقول منظم المهرجان إن الهدف هو الحفاظ على الروح الإيجابية للإبداع وإبعاد شبح القمع. نحن إيماننا مطلق بالسينما كوسيلة لحقوق الإنسان، يعني أصلا الفن هو حق من حقوق الإنسان ويمكن محرومين نحن منه. السنة لما قررنا نعمل عن تحرير الكلمة الأفلام لقينا لحالنا عم ننقي أفلام عربية، هذا بيقول شيء كمان، يعني هذا بيقول إنه العالم العربي محروم من حق الكلمة. عشان هيك طلع معنا من 16 فيلم حوالي 12 فيلم أو 13 فيلم عربي. عروض المهرجان التي شهدت حضورا كثيفا للمتابعين والمهتمين بالسينما استهلت بالفيلم الوثائقي نادي ركوب الأمواج في غزة للمخرجين فيليب جنات وميكي يمين، ويروي على لسان مجموعة شباب وقائعة من الحصار في أكبر سجن في العالم. فما هي الرسالة التي أراد صناع الوثائقي إيصالها؟ رسالتنا أظهر أنماط مختلفة من الحياة في غزة، ولا سيما تلك التي لا تظهر في وسائل الإعلام وخصوصا في الغرب وأوروبا. فهناك فقط أخبار الحرب والقصف ولا حديث عن الحياة وكيف يعيش الناس في يومياتهم. كوبا مواج فيش خط أحمر، ما يعني لازم ننزل لأنه الشغل ملحق عليه. الوثائقي يغوص في يوميات شباب عاشقوا ركوب الأمواج في ظروف افتقارهم إلى مقومات ممارسة الرياضة وفقدان الأمل بأي شيء آخر، وينقل على ألسنتهم علاقتهم بالبحر كمتنفس وحيد، فينجح في تصوير الجانب الإنساني وقسوة الاحتلال، لكنه ينحو في أجزاء منه إلى تسطيح طموحات الشباب الغزي وربط أحلامهم بالحصول على مساعدة أمريكية تدعم إنشاء ناد لركوب الأمواج. وفي الختام نذكركم بتموز الحكاية، وهو برنامج خاص على مدى 33 يوما يوثق لعدوان تموز يوليو ويروي الكواليس العسكرية والسياسية. حلقة اليوم تتطرق على نحو خاص إلى معركة مارون الراس، المعركة الأسطورية بكل ما للكلمة من معنى، حيث واجه عناصر قليلون من المقاومة أرتالا وكتائب من القوات الإسرائيلية. لمتابعته يمكن العودة إلى الميادين نت أيضا على الموقع الإلكتروني للميادين. والآن نعيد التذكير بعناوين النشر. سلاح الجو المسير للجيش اليمني يستهدف مصفات شركة أرامكو في الرياض. موسكو لا تستبعد حدوث استفزازات كيميائية في إدلب وتكشف عن رصد دخول عدد من أعضاء الخوذ البيضاء إلى المدينة. دخول آخر دفعة من الحافلات إلى كفرية والفوعة واستكمال الاستعدادات لإخراج المحاصرين. في العراق تشكيل خلية أزمة في كل وزارة ومحافظة لتأمين مطالب المواطنين. للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقع الميادين الإلكتروني باللغتين العربية والإسبانية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.